أهلا وسهلا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في شرح لما سيتم إعطاؤه في الأسبوع الخامس من وحدة حدود الشمس في مادة اللغة والأدب، فأهلا وسهلا بكم جميعا. إذن هدفنا اليوم هو التعريف بمحتويات الأسبوع الخامس كما ذكرت قبل قليل. أذكر بأبرز المفاهيم الخاصة بهذه الوحدة. الوحدة المفهوم الرئيس فيها وحدة حدود الشمس ستكون الروابط. الروابط أو العلاقات تجمعنا كثيراً علاقات تختلف باختلاف المكان والزمان الذي نوجد فيه. كيف سنجعل من هذه الروابط مادة تعليمية تخدم موضوعات الفصل؟ أما المفهوم ذو الصلة، وجهة النظر الغرض، ستعبر عن وجهة نظرك في المواد المطروحة أو الموضوعات المطروحة، كعبرت عن وجهة نظرك في التدخين، وستعبر عن وجهة نظرك في مرحلة المراهقة وطرق التعامل مع هذه المرحلة من خلال ما سيتم طرحه في الدرس. السياق العالمي، الهويات والعلاقات، السعادة ورغد العيش. إذن سيتم الحديث عن موضوعات الوحدة، كيف يمكن أن نحقق من خلالها السعادة والحياة الطيبة من خلال الابتعاد مثلا عن التدخين فنصل إلى حياة صحية متكاملة، من خلال التعامل مع المراهقين بطريقة جيدة حتى يتخطون هذه المرحلة بسلام. عبارة البحث: يرتبط البشر بعلاقات تحقق أغراضهم في تحقيق السعادة ورغد العيش باحترام وجهات النظر المختلفة. وأؤكد أن عبارة البحث قد أخذت من المفاهيم التي ذكرتها قبل قليل. قمنا بقراءة درس المراهقة، هذا المقال الذي يتحدث عن أمور اجتماعية تهم المراهقين حتى والديهم وطرق التعامل معهم، وهذا موجود في كتيب اللغة والأدب صفحة 19. سنقوم هذا الأسبوع إن شاء الله بتحليل هذه المقال من خلال استخراج معاني المفردات والتراكيب الجديدة في هذا المقال، ثم سنتحدث عن مجموعة من المعلومات أو الأفكار العامة التي وردت، سنستخرج بعض القضايا اللغوية وسنحددها على كتيب اللغة والأدب، ثم ستقيمون أنفسكم من خلال الإجابة عن الأسئلة. كما تلاحظ عزيزي الطالب، فإن الأسئلة تقسم إلى أسئلة المعجم والدلالة وأسئلة الاستيعاب والتحليل. المعجم والدلالة هي خاصة بجميع المفردات التي تم تعلمها خلال هذا الدرس، كالمراهقة، النقد، التحديات، الأقران، متمرد، وإدمان. سنكتب معاني هذه الكلمات وسنستخدم هذه المفردات في جمل على أن تطابق المعنى المأخوذ، ثم سنتعلم ضد كلمات معينة كضد يرفض، أنا أرفض، أنا أقبل، والعنف، ويفضل. أسئلة الاستيعاب والتحليل هي مجموعة من الأسئلة الخاصة بفهم المقروء لنص المراهقة، كما أن هناك أسئلة اختيارية، وأنا أجعلكم أعزائي الطلاب تفكرون بإجابات هذه الأسئلة، وبالعادة هي واجبات بيتية. فمثلاً لو كنت أباً أو أماً، كيف يمكنكما حماية أبنائكم في هذه المرحلة؟ ستكون فكرة ووجهة نظر، وهو المفهوم ذو الصلة، وستعبر عن وجهة نظرك من خلال الإجابة عن هذا السؤال. ستقترحون أيضاً طرق للتخلص من أو حتى تمر هذه المرحلة بسلام. بعد أن انتهينا من تحليل مقال المراهقة، لابد أن نقوم بكتابة مقال مراعين فيه خصائص المقال التي درسناها في بداية الوحدة، كاستخدام علامات الترقيم والقواعد الكتابية. سنراعي في كتابة المقال معايير اللغة والأدب ب ج د، التنظيم، إنتاج النص، واستخدام اللغة، وسأضع هذه المعايير للتأكيد في الصفحة، كما سأضع لكم مصادر أيضا تناسب
الموضوعات المطلوبة في كتابة المقال. سنتحدث في هذا الأسبوع في كتاب الدراسات الاجتماعية عن مادة أو عن الدرس المواطنة ومقوماتها صفحة 8، فعلينا أن نعلم ما هي الفكرة الرئيسية، نتعرف مفهوم المواطنة، مقوماتها، ومظاهر المواطنة الفاعلة. إذن المفاهيم والمصطلحات التي يجب أن نركز عليها هي المواطنة والمواطن، ومهارات التعلم الفكرة الرئيسية والتفاصيل والتصنيف. كانت هذه أبرز الموضوعات التي سنتحدث عنها خلال الأسبوع. أشكر استماعكم وأراكم في دروس قادمة. طبتم وطاب نهاركم بكل أمل وخير.